السلام عليكم. ليس جديدا تلاسن المسؤولين الإسرائيليين والإيرانيين، لكن هذه المرة يسجل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يسجل موقفا جديدا ضد طهران من قلب الولايات المتحدة الأمريكية في أثناء زيارته مدينة نيويورك. كشف الوزير الإسرائيلي عن خرائط لعشرة مواقع عسكرية بنتها إيران تحت الأرض في سوريا لإنتاج صواريخ دقيقة وتزويدها ميليشياتها في المنطقة بما فيها حزب الله اللبناني. وبينما كشف غانتس عن مشاريع إيرانية مشابهة في كل من لبنان واليمن، دعا إلى ضرورة وقف هذا الاتجاه الإيراني الذي يهدد المنطقة. يتمتع هذا التصريح بأهمية من حيث توقيته الذي تضطرب فيه الأخبار الراشحة عن المفاوضات بين القوى الدولية وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي. نتوقف في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب مع هذا التطور، بحثاً في دلالته الزمانية والمكانية وتداعيات أفعال طهران في سوريا والدول العربية على سباق النفوذ الإيراني الإسرائيلي في المنطقة العربية. أهلاً بكم. إيران تستخدم 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة دقيقة ومتطورة لتسليح ميليشيات تعمل لحسابها على الأرض السورية. تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتهم فيه طهران بالسيطرة على الصناعات العسكرية في سوريا. الوزير الإسرائيلي أضاف أن إيران حولت مراكز الدراسات والبحوث العلمية السورية إلى منشآت عسكرية لإنتاج الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية، كما أن إيران تعمل كذلك على تأسيس منشآت مماثلة في لبنان واليمن، ما يعني بحسب مراقبين خطراً إيرانياً داهماً تكمن خطورته في اللامركزية، إذ ستنتشر الصناعات العسكرية الإيرانية حيثما انتشرت ميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب محللين، فإن التمدد الإيراني في سوريا واستغلالها المؤسسات السورية من أجل صناعتها العسكرية يحقق لها عدة أهداف، أبرزها التهرب من التأثير المباشر لأي عقوبات دولية قائمة أو مستقبلية، إذ إن طهران تنفي مراراً تبعية هذه الميليشيات لها لتظل بذلك منشآت سورية ولو شكلياً، كما أن انتشار التصنيع العسكري الإيراني في دول المنطقة العربية من شأنه أن يغير معادلات القوة بين الميليشيات التابعة لطهران والقوى السياسية الأخرى داخل هذه الدول، ما ينطوي على إحكام للقبضة الإيرانية على المشهد السياسي والأمني في المنطقة. غير أن صراع النفوذ الدائر بين طهران وتل أبيب قد لا يسمح لإيران بتحقيق كل أهدافها في المنطقة، إذ تتكرر الضربات الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا، بما يعرقل نسبياً مساعي طهران لاتخاذ الأرض السورية منطلقاً لتحقيق تمدد أكبر في دول أخرى وتأمين الممر الاستراتيجي الممتد من طهران مروراً بالعراق وصولاً إلى ساحل البحر المتوسط في سوريا ولبنان. لكن ذلك في رأي كثير من المحللين لا يعني إمكانية وقوع مواجهة واسعة بين الجانبين، إذ إن كلاً من طهران وتل أبيب تشتركان في أهداف استراتيجية تتمثل في إخضاع المنطقة العربية لسيطرتهما. ولعل التخادم الإيراني الأمريكي في العراق يمثل نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الأمور بين إيران وإسرائيل في سوريا وربما في دول أخرى من المنطقة العربية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ صلاح العواودي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، وعبر زوم من روتردام بهولندا الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، ومن أنقرة عبر سكايب الأستاذ منذر الأسعد الخبير بالشأن الإيراني. أهلا بالجمع الكريم بالاستوديو. نبدأ، يعني الحقيقة نحن أمام دلالات في الزمان والمكان. على مستوى الزمان، روسيا تسحب جزءا من قواتها من سوريا، الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية لم يفرج عنه حتى الآن، هذا على مستوى الزمان. أما على مستوى المكان، يأتي تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي من قلب أمريكا، الإسرائيلي من قلب أمريكا، ربطا بهذه المعطيات، كيف يمكن أن يقرأ هذا التصريح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والتوقيت والمكان مرتبط بالدرجة الأولى بالمفاوضات على الملف النووي، فرأس الأمر في الولايات المتحدة. فجهود غانتس وجهود حكومة الاحتلال منصبة هذه الأيام على إفشال الاتفاق مع إيران، أو تعطيله أو تأخيره قدر الإمكان. وفي هذا السياق يقومون بعدة نشاطات عسكرية ودبلوماسية. لكن قبل ذلك قلت أن نشاط إسرائيل منصب على تأخير الاتفاق، لكن أنت تعلم أن تأخير الاتفاق النووي ليس في مصلحة إسرائيل، لأن إيران بحسب المسؤولين الإسرائيليين تقترب من إنتاج القنابل النووية كلما زاد الوقت. إسرائيل تحاول إقناع الغرب بأن الخيار مع إيران يجب أن يكون خيارا عسكريا، فتأخير الاتفاق على الأقل، يعني هم لا يريدون اتفاق، يريدون إلغاء الاتفاق، يريدون منع الاتفاق، لكن على الأقل يؤخره، لأنه إذا تم توقيع الاتفاق نتحول إلى واقع آخر تماما برفع الحصار ورفع العقوبات عن إيران وما إلى ذلك. لذلك هناك نتائج إيجابية بالنسبة لإيران لا تريدها إسرائيل أن تتحقق بالنسبة لرفع الحصار. والحديث عن المواقع تحديدا في سوريا جاء في إطار رفع الحصار عن إيران، يقول أن إيران تنفق مليار دولار سنويا لتسليح الميليشيات الحليفة لها في المنطقة، فإذا رفعت عنها العقوبات فستكون هذه النفقات مضاعفة. لذلك هذه مناسبة التصريح وتوقيته وفي هذا السياق، يعني كل شيء منصب على الاتفاق، أن لا يجب أن لا يتم هذا الاتفاق، لأنه ليس خطرا نوويا فقط، وإنما يعطي إيران نفسا للتمدد أكثر، يعطيها نفسا اقتصاديا أكثر. هو يعلم بأن العقوبات على إيران تضغطها كثيرا، يعني وقيدت من قدراتها كثيرا، لذلك لا يريد رفع هذه العقوبات عن إيران. هذه الخلفية للحديث. أما عمليا هو كل الجهود مصبوبة لمنع اتفاق مع إيران، ويجب يؤكد مرارا هو ورئيس الوزراء وكل الناطقين بلسان الاحتلال أنه يجب أن لا تعطى إيران فرصة لرفع الحصار من جهة، وللوصول إلى النووي من جهة أخرى، ويجب أن يكون لدى الغرب خيارا عسكريا على الطاولة. هذا ما يرددونه في كل لقاءاتهم مع الألمان، مع الأمريكان، مع الغرب عموما، يجب أن يكون هناك خيار عسكري على الطاولة، ويتحدثون أنه يجب أن تقود الولايات المتحدة. يعني كان هناك حديث في السابق أن إسرائيل تحاول بناء حلف أطلسي عربي في المنطقة لمواجهة إيران، يبدو هذا غير ممكن، يعني أكثر من التعاون الأمني والتعاون الاستخباراتي لا تستطيع مع حلفائها في المنطقة، وبالتالي هي تصب جهودها الآن لإقناع الولايات المتحدة والغرب لعمل عسكري ضد إيران. سألتك عن دلالة المكان، لأنه كان يعني بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي كان موجودا على الأرض الأمريكية بسبب مناسبة هامشية هي مئوية إحدى الصحف الإسرائيلية. يلحظ بأن المسؤولين الإسرائيليين لا يتركوا مناسبة إلا ويذكر هذا الأمر، ربما هناك نوع من التحشيد، ربما هناك نوع من التخطيط لفكر لخطوة ما مستقبلا. هو يجب أن لا ننسى السياق السياسي في الكيان الصهيوني الآن، هناك انتخابات عندهم في شهر نوفمبر القادم، وبالتالي كل سياسي صهيوني يحاول استغلال الملف النووي الإيراني صوت داخلية والموضوع الأمني لحساباته السياسية الداخلية، ليظهر أنه المدافع عن حق إسرائيل في الوجود وعن بقائها وعن أمنها. ووفق الدعاية الداخلية الإسرائيلية، التهديد الإيراني النووي تحديدا هو التهديد الأكبر والخطر الوجودي على إسرائيل. لذلك لا يستطيع أي سياسي إسرائيلي الآن أن يتحدث للإعلام سواء في إسرائيل أو في خارج إسرائيل إلا ويتحدث عن الخطر الإيراني وكيف سيواجه هذا الخطر، سيما وأن المنافس الحقيقي والرئيسي للسياسيين في الانتخابات هو نتنياهو. ونتنياهو استغل موضوع التهديد الإيراني لسنوات طويلة وحقق فيه إنجازات، يعني عندما استطاعوا سرقة الأرشيف النووي الإيراني وإحضاره إلى تل أبيب وبثه في طريقة استعراضية من تل أبيب، حقق مكاسب سياسية كبيرة. أيضا إضافة إلى الشخصية الشعبوية التي يتمتع بها نتنياهو وتحريضه المستمر على إيران وحديثه عن زوال إسرائيل والتهديد الوجودي لإسرائيل، هم يريدون مواجهته بنفس الخطاب. نعم، إذن أفهم من كلامك ضمنا بأنه ليس هناك تخوف أمني بالمعنى
الجوهري بقدر ما هو لحسابات سياسية مرتبطة بالمصالح الانتخابية. أتحول إلى روتردام. أهلا بك أستاذ أسامة. يعني إيران تبني مواقع عسكرية سرية تحت الأرض في سوريا، وإسرائيل تهدد وتقصف، وكل ذلك لا صوت للنظام السوري. هل يمكن أن تحدثنا عن سبب اختفاء أي صوت للنظام السوري في هذه المعمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام، وأنا أحييك على طرح مثل هذه الأمور أنا أسميها الاستراتيجية. إيران تعتبر سوريا كما اعتبرت العراق هي جزء من الأراضي الإيرانية، وهناك مثل في العراق أو أغنية لا أعلم تقول بيتنا ونلعب فيه، يعني ليس لا هناك غرض للناس أن تتدخل، هذا بيتهم، سوريا أرض تابعة لإيران. هناك حتى يفهم المشاهد، هناك أكثر من 400 قاعدة لإيران ووجود ومركز سري من أصل 700 قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي السورية، هناك وجود ويتزايد. نحن لا نعلم إلى الآن، اسمح لي أن أقول لك، ماذا يجري في شرق سوريا. السيطرة الإيرانية في شرق سوريا يكاد يكون مضاعف 10 مرات عن الوجود حول دمشق وفي المناطق الغربية حول محردة وحول مصياف والمناطق التي تقصف نقول بين قوسين من قبل إسرائيل. هناك أمر لابد أن نفهمه، أن إيران عسكريا تريد أن تواجه العدو الصهيوني أو إسرائيل، حتى لو مواجهة خلبية دونكوشوتية، أن تكون هذه المواجهة في سوريا، في سوريا ولبنان، ربما في أراضي الغير، حتى لا تقع خسائر على الأرض الإيرانية ولا يحصل هلع. طب لماذا 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 يغيب أي صوت من النظام السوري برأيك؟ ما سبب هذا الغياب الكلي؟ يعني هذا الذي أنا أجبتك عليه، هذا بيت لإيران، لا وجود أبدا لأي سيطرة ولا سلطة للنظام السوري. حتى عدد الموالين لإيران على الأرض السورية المسلحين ما يجاوز 60,000، الذين يعني يبحثون في الأمر العسكري سيعلمون أن النظام لا يملك حتى 50,000 من كل الميليشيات وميليشيات الدفاع ما يسمى الوطني إلى آخره. إيران صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، روسيا تدير بالاتفاق مع إيران. اليوم روسيا متورطة في أوكرانيا وقلناها مرارا، وإيران يزداد نفوذها باستمرار. لا تنسوا أبدا قول خامنئي عندما قال منذ السنتين، قال إذا لم يكن وجودنا في سوريا قطعي وبتار في كل المدن السورية، فإننا سنواجه المعارضة في المدن الإيرانية. هذا معناه أنهم يريدون المواجهة العسكرية الحتمية بينهم وبين إسرائيل أن تكون على الأرض السورية. وإسرائيل تتحدث عن أسلحة دقيقة، يعني تتحدث عن الصواريخ تحديدا، وهذه القاعدة التي تدير القاعدة الخلفية على الحدود العراقية السورية التي بدأ بناؤها ب 2015، أضخم قاعدة إيرانية لا يعلم تفاصيلها، والأقرب إلى معرفة التفاصيل هي أمريكا التي تبعد 200 ميل فقط عن هذه القاعدة الضخمة التي تتوقع إسرائيل فيها مخازن. لو أذنت صواريخ دقيقة جدا. نعم، لو أذنت لي أستاذ أسامة أن أرحل الحديث عن نوايا إيران من وراء هذه القواعد العسكرية إلى ما بعد الفاصل، وأستأذنك مرة أخرى في الانتقال إلى أنقرة لأسأل الأستاذ منذر. يتحدث كثير من مسؤولي المنطقة عن تهديد أمني تشكله القواعد الإيرانية في خارج حدودها على أمن المنطقة. حبذا لو تحدثنا عن طبيعة التهديد الذي تشكله إيران من خلال هذه القواعد على أمن المنطقة العربية. حياكم الله، شكرا لكم وتحياتي للسادة. أهلا وسهلا. الحقيقة أن التهديد أو الخطر الإيراني لا يقتصر على الوجود العسكري. الوجود العسكري لا شك أنه خطير، لكنه يعني نفذ في 4 دول عربية. هم يفتخرون بأننا أصبحنا نسيطر على 4 عواصم عربية، هذا علني، والآن يخشى على دول أخرى. من يتابع الآن ما يجري، ما يقوله كبار المختصين الأردنيين في الشأن الإيراني، يدرك أن الدور قادم على الأردن لا قدر الله. إيران لا تلجأ إلى المواجهة العسكرية، تتسلل بطرق مختلفة
ثم يصبح وجودها العسكري. الوجود العسكري الآن الذي يدعي الصهاينة، هذا نفاق حقيقة. أنا مع تقديري لما سمعته من الضيفين الكريمين وكله صحيح، لكن أضعه في سياق أوسع. هذا نفاق مزدوج. لماذا؟ نفاق من أستاذ منذر؟ نفاق صهيوني. نعم. لماذا إذا كان الوجود العسكري الإيراني في سوريا خطرا على الكيان الصهيوني، لماذا من تركه ينمو هذا النمو خلال 10 سنوات أو 11 سنة؟ هذا سؤال مهم جدا. دعني أتبنى هنا، يعني أتوقف معك عند هذه النقطة وأتبنى الجواب، يعني نقلا عن رأي آخر موجود. ثمة من يقول بأن أمريكا وإسرائيل سمحتا بتوغل إيران في سوريا لأنهما كانا أمام خيارين اختارا الأقل مرارة، لأن البديل كان سيكون راديكاليا وجذريا وربما يشكل نواة لمشروع يشكل تهديدا حقيقيا على أمن إسرائيل، فاختاروا المشروع الإيراني. هذا جواب موجود. هم يعلمون، هذا جوابهم للتسويق وللخداع. أما الحقيقة أنهم يعلمون أنه لم يكن هناك خطر راديكالي. هذا الخطر الراديكالي على الأقل ارجعوا إلى كلام أبطحي الذي اعترفه وفائق الشيخ علي، يعني لا يحسب على في الأصل معارض شديد للنظام العراقي السابق، هو ينقل اعتراف أبطحي رسميا بأنهم من أدخلوا القاعدة إلى إيران. نعم. هذه يعني المشهد كله معقد، لكن الخيوط الحقيقية يمسك بها الصهاينة. لماذا؟ لاحظوا الضربات، هذه ضربات جراحية مثل ما يقال عندنا في المثل الشعبي ضرب الحبيب زبيب. لماذا لا إيران لن تقاتل إسرائيل داخل إسرائيل، وإسرائيل لن تقاتل إيران في إيران؟ أستاذ منذر فقط أريد أن أعرف منك، حتى لا يدهم من الوقت، معذرة، حتى لا يدهم من الوقت، أريد أن أعرف منك، ليس موضوع أن تقاتل إيران وإسرائيل بقدر ما هو التهديد الذي تشكله هذه المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان وحتى اليمن، طبيعة التهديد الذي تشكله على الأمن القومي العربي للمنطقة. لا، لم يعد هناك أمن قومي عربي، يعني نضحك على أنفسنا. نعم. أما ادعاء، كان المحور هو الأساسي أن الادعاء الصهيوني أن خطر على إسرائيل، هذا الحقيقة أكذوبة كبرى. العقيدة العسكرية القتالية ما يسمى الجيش الصهيوني منذ قيام هذا الكيان الغاصب تقوم على الهجوم للدفاع، على النصر الحاسم، الحد من الخسائر البشرية في صفوفهم. نعم. الضربة الأولى المبادرة، الحرب الخاطفة، الضربة الوقائية، الذراع الطويلة، نقل المعركة إلى أراضي العدو. هذه القواعد السبعة أو الأسس السبعة مستمرة منذ عام 1948 حتى الآن. طيب. حتى عندما العرب فاجأوها في عام 1973، يعني هوجمت أيضا، نقلت المعركة إلى الأرض المصرية والسورية الجديدة. طيب. إذا إسرائيل لو أرادت لحاربت إيران في إيران. هذه نقطة مهمة جدا تغيب عن بالنا. طبعا. طيب، أعود مرة أخرى إلى الاستوديو أستاذ صلاح. يعني في أي سياق يجب أن نقرأ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سواء وزير الدفاع أو رؤساء المؤسسات الأمنية في سياق مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا، تمدد النفوذ الإيراني في سوريا، أم في سياق الضغط عليها بشأن الملف النووي؟ كلاهما حقيقة. الكيان الصهيوني لا يزعجه فقط الملف النووي وهو مزعج له، لكن أيضا لديه مقاومة فلسطينية هي مزعجة، لديه مقاومة لبنانية مزعجة له. التهديدات بخصوص حقول الغاز، حقل الغاز كريش، فقط هذه السنة طائرات بدون طيار أطلقت على حقل الغاز في شهر حزيران الماضي، وهناك تحركات مستمرة في هذا الاتجاه. والمعركة بين الحروب التي تتبناها إسرائيل
في السنوات الأخيرة هي ضد المواقع العسكرية وضد حلفاء إيران في المنطقة الذين هم يحاربونها كمقاومة، فبالتالي لديها مشكلة أمنية في المنطقة. الموضوع ليس فقط الملف النووي والساحة الدولية، بل لديها في المنطقة أولا محاولة إثبات وجود ومحاولة بقاء، لأنه هي تشعر بأن كل من يحاربها هو يريد إزالتها، لا يريد فقط يعني ترسيم حدود أو التوصل إلى اتفاق معها. وبالتالي هي تتعامل مع كل تهديد في المنطقة تهديد وجود لها. والإمداد المقاومة بأسلحة دقيقة، وهي تخوض جولات مستمرة يعني سواء مع لبنان أو مع غزة، فقط قبل أسابيع خاضت جولة في قطاع غزة وأطلقت عليها الصواريخ، فهي تفترض أن هذه الصواريخ التي تصنع في سوريا أو هنا أو هناك ممكن أن تصل للمقاومة الفلسطينية، وبدل من أن تطلق بشكل عشوائي على المدن الصهيونية ممكن أن تصيب أهداف دقيقة في القواعد الجوية وفي القواعد العسكرية والمدن. وبالتالي بالنسبة لها هناك تهديد أمني حقيقي في المنطقة أيضا. هذا بالنسبة لنظرة الكيان الصهيوني، لكن سنبحث عن نية إيران بعد الفاصل. نتحدث عن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى طهران إلى تحقيقه من وراء بناء مواقع عسكرية سرية سواء كان في سوريا أو لبنان أو حتى العراق واليمن، لكن نواصل حديثنا بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن دلالة حديث وزير الأمن الإسرائيلي عن مواقع عسكرية إيرانية تحت الأرض في سوريا. أستاذ أسامة، يعني التصريح الإسرائيلي قال بأن حديثا بدأت إيران أيضا خارج حدود سوريا أيضا في بناء مواقع في كل من لبنان واليمن. أسألك عن الهدف أو النية الإيرانية الكامنة وراء توسيع هذه الشبكة من المواقع العسكرية السرية. يعني نحن أمام إشكالات قد يقع فيها المشاهد في فهمنا، يعني أعطيني قليل من الوقت وسأكون سريع جدا. يعني عندما نتحدث مثلا عن أن الأمر مرتبط بالانتخابات في إسرائيل، نتجاهل الأمر الخطير الذي هو وجود دولة عميقة في إسرائيل مخولة ليس لها علاقة بالانتخابات ولا بالأحزاب السياسية، مخولة بأن لا تجعل هناك أي سلاح استراتيجي من حولها كائن من كان من يحمله. هذا أمر مهم للمشاهد الكريم. إيران تسعى إلى أمرين، هذا جوابا على سؤالك بشكل مباشر. أولا أن تخلق حدود عسكرية مشتركة، ما يسمى بحدود عسكرية مشتركة مع إسرائيل عبر الجبهتين السورية واللبنانية، تبعد إسرائيل عسكريا عن ضرب المواقع داخل إيران. وهناك باستمرار النفاق المشترك الإيراني الإسرائيلي نحن نعيه تماما لضيفك الكريم، أقول نعم، لكن الوقت لا يسمح لنا أن نقول ذلك. لذلك هناك تفاهمات استراتيجية من تحت الطاولة تقوم بوساطة أمريكية أو غير أمريكية بين إسرائيل وإيران. وكل ما ذكر على أن ذكرنا في علاقات سابقة كثيرة بأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية والإسرائيلية مستمرة، لكن الدولة العميقة الإسرائيلية لا تتفاهم مع وجود سلاح استراتيجي وصواريخ. أما الفزاعة الإيرانية ضد العرب فهي أمر مفيد لأمريكا، وهو أمر مستمر لم يتوقف لحظة واحدة. أمريكا تريد فزاعة إيرانية ضد العرب حتى يلجوا إليها ويشتروا السلاح وإلى ما هنالك. هذه الإرادة الإيرانية أنها يعني أمام أمرين، لأن الأمور لا تنظر بلون واحد. للمشاهد الكريم أقول له عندما ينظر أنه إيران يعني متفقة مع إسرائيل 100%، هذا لا يكون. هناك عدة ألوان حتى في القيادة الإيرانية، هناك عدة تيارات، لكن التيار الغالب هو تيار مصلحي، وللأسف هم يجعلون عدوهم الأول أهل السنة والجماعة. مع الأسف أن نتكلم بهذه الطريقة، ولكنهم يتكلمون بهذا المنطق، ولا بد من تنبيه المشاهد إلى ذلك الأمر. لذلك هذا النفاق المتبادل الإسرائيلي الإيراني له تقنيات في اللعبة،
أن يكون هناك، نعم كما ذكر ضيفك الكريم وحييه، الحرب بين الحروب أو معركة بين الحروب. هذا المصطلح مترجم ومترجم من الصحف الإسرائيلية، حرب بين الحروب، أن تضرب ضربات متفرقة ضد المخازن الإيرانية في سوريا وحتى في إيران. هناك أمر مهم، أن هناك ضربة إسرائيلية قادمة لمواقع في إيران محتملة في أي لحظة. هذا لا يعني أن هناك عداء مستمر استراتيجي بين إسرائيل وبين إيران. هناك هذه النقاط التي ذكرتها يجب يعني أخذها بعين الاعتبار عند دراسة هذا الملف. طيب أذهب إلى أنقرة أستاذ منذر، يعني إيران نقلت آلافا من الميليشيات، سواء من البسيج من إيران، من أفغانستان، من الهند، من باكستان، من العراق، وحتى من لبنان، تحت ضوء الأقمار الاصطناعية الأمريكية والأوروبية، نقلتها إلى سوريا وقاتلت بها من دون أن يعترض عليها. ما الذي يجعل إيران تبني مواقع سرية تحت الأرض وقد أعطيت الضوء الأخضر كما يرى المراقبون والمحللون للدخول إلى سوريا؟ إيران لديها مشروع، المشروع هو مشروع توسعي، مشروع تغيير سكاني، مشروع يتكامل مع المشروع الصهيوني. لاحظ أن كليهما يكرهان العرب كجنس حقيقة. يعني المناهج الدراسية الإيرانية لا تذكر إسرائيل كعدو. هذا ليس كلامي، الدكتور نبيل العتوم رجل يعني ما شاء الله موسوعة في الشأن الإيراني، معروف ومتخصص وحاصل على الدكتوراه من طهران. هذا الرجل ترجم يعني أعد موسوعة عن صورة العربي في المناهج الإيرانية. لا تذكر إسرائيل في ذهن الطالب الإيراني على أنها العدو، العدو هم العرب، هم أهل السنة. إسرائيل أيضا نذكر فتاوى عفاديا يوسف أيضا تقوم على احتقار العرب وكراهية العرب. ما نجح فيه التآمر الخفي المشترك، النفاق المزدوج بين الطرفين، أنهما كل منهما نجح في أن يكون فزاعة لقسم من العرب ويتوهم عرب آخرون أنه نصيرهم. لكن الآن المواقع السورية إذا كانت مفزاعة للعرب أستاذ منذر، يعني ألا ترى بأن إيران لا تحتاج إلى بناء مواقع سرية في سوريا واليمن ولبنان لتخويف العرب؟ ألا ترى أن العرب يعني ساقطون من المعنى الاستراتيجي أمام إيران؟ فلماذا تبني مواقع سرية ضد العرب؟ هذه لا أنا ما أقصد أن هذه المواقع لإخافة العرب، وإنما سألتك عن المواقع. نعم نعم، هذه المواقع حقيقة، يعني لاحظ أن هناك ضربات إسرائيلية دائما يعني جراحية. عندما يخرج الإيراني عن النص تكبحه، سيسمحون لها. أنا أترك الدعاية الصهيونية، هذه الدعاية الانتخابية الآن التي أيضا يمررونها علينا، على جمهور كبير جدا من العرب والمسلمين. الحقيقة أنهم هم يقررون من يتسلح بماذا وإلى أي حد، وعندما يخرج عن النص لاحظ أن الضربات مستمرة. لكن في المقابل في الاستراتيجية، أنا أسأل، الذين دمروا مفاعل تموز وهو في بواكيره، لماذا تركوا إيران 15 عاما حتى بلغ برنامجها النووي التخصيب بدرجة 90%؟ لأنه كان سريا. لا، هذا سرية علي وعليك، لكن بالنسبة لإسرائيل، هل المفاعل الكبر أو مشروع الكبر في سوريا ألم يكن سريا بالنسبة إلينا؟ إسرائيل ذهبت وأدته في أرضه. إذن هي تقرر في المنطقة. إيران هي الجندي الآخر أو البندقية المستعارة. نعم. لها أن تلعب لحسابها، لكن في حدود ما يقرره طيب العدو الإسرائيلي. طيب إذا كان الأمر كذلك، أسأل الأستاذ صلاح في الاستوديو، تصريحات الساسة الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه تل أبيب حملة قصف ممنهجة وعلى امتداد سنوات ضد مواقع إيرانية في سوريا. ما القيمة الاستراتيجية لهذه الحملة أولا، ثم سؤال مركب طبعا، ثم هل هناك قناعة لدى القادة الصهاينة أو الإسرائيليين بأن هذه الحملة تؤتي أكلها؟
هو إسرائيل ليست أمام خيارات كثيرة، يعني خيار الحرب المباشرة مع إيران لا يبدو خيارا معقولا، وتحدثوا عن هذا كثيرا، سواء بإمكانيات إيران من حيث قدراتها كدولة وعدد سكانها وإمكانية خوض حرب طويلة الأمد، في ظل ما تحدث قبل قليل الضيف عن قواعد الحرب أو الاستراتيجية العسكرية لدى إسرائيل أنها تريد حروب خاطفة، مع إيران لا يمكن خوض حرب خاطفة، هم مقتنعون بأن فتح حرب مع إيران قد تستمر إلى سنوات طويلة، وأن الصواريخ التي يرونها من جنوب لبنان أو من قطاع غزة قد يرونها من إيران ولسنوات طويلة، فإذا كانت الصواريخ تبنى تحت الأرض في قطاع غزة 45 كيلو متر مربع، ففي إيران مساحات لا يمكن رصدها ولا يمكن النظر إليها، لذلك الحسابات لدى إسرائيل معقدة، لذلك تلجأ هي لا تستطيع أن تخوض حربا كبيرة حربا استراتيجية، تلجأ إلى هذه الحرب الصغيرة التي سمتها معركة بين الحروب، هي تحاول من خلالها لجم التمدد الإيراني كما تسميه، تعطيل التسليح للمقاومة، وهم وفق التقارير التي يتحدثون عنها قد أنجزوا في هذا، يعني حققوا إنجازات في تعطيل التسليح، هناك حديث أحيانا بالأرقام عن كميات الأسلحة التي تم تدميرها، عن عدد الضباط الذين تم اغتيالهم، كما يتم في داخل إيران، يعني العقول التي يتم استهدافها بالاغتيال، المواد التي يتم سرقتها. لكن ذكر قبل قليل ضيفنا أسامة، ذكر بأن هناك نحو 400 موقع إيراني في سوريا، والوزير الإسرائيلي كشف عن 10 مواقع، خرائط لعشرة مواقع جديدة، معناها أن إيران تعمل وإسرائيل لا تعلم كل ما تعمله إيران. بالضبط، هي إسرائيل تعمل كل ما بوسعها، لكن بدون دخول مواجهة شاملة مع إيران، لأنها تعرف بأنها ليست لا تستطيع، يعني الإسرائيل التي لم تستطع أن تنتصر مع قطاع غزة لن تستطيع أن تنتصر مع إيران، هذه قناعتها وهم يتحدثون عن هذا. حتى الموضوع النووي، يعني لو كانت ضربة إيران سهلة كما تموز ولا كما البوكمال في سوريا لضربوا إيران منذ سنوات، لكن هم يعلمون بأنها الضربة لن تكون الأولى والأخيرة وأن إيران ستكون لديها الضربة الثانية، هذا ما يعقد الأمر تجاه الصراع مع إيران، لذلك تلجأ إلى محاولات تقليم أظافر إيران، أو يعني تعطيل مشروعها في تمددها في المنطقة، والحد من قدرات حلفاء إيران وخصوصا الأقرب لإسرائيل وهي المقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى والمقاومة اللبنانية، لأن هؤلاء على الحدود مباشرة، يعني في تماس مباشر مع الاحتلال، لذلك يبذل الاحتلال كل قصارى جهده لمنع وصول تقنيات عالية ومنع وصول صواريخ دقيقة وأسلحة مخلة بالتوازن كما يسميها الاحتلال لهؤلاء الأطراف. طيب دعني أسمع رأي الأستاذ أسامة في روتردام، هل ينبغي النظر إلى الأعمال الإيرانية في سوريا ولبنان، أستاذ أسامة، في سوريا ولبنان واليمن، على أنها سياسة أو استراتيجية إيرانية طويلة الأمد، أم أنها تكتيكات مرحلية لتحقيق مكاسب سريعة؟ نعم، استراتيجية طويلة الأمد، يعني هي تمضي في أمر مع إسرائيل أوضحناه بسياستين، وجود تماس عسكري ولو بعيد المدى عبر الصواريخ، وجود مقاومة تابعة لها في جنوب لبنان إلى ما هنالك، ووجود تخويف للعرب باستمرار. أنا أخالف يعني أحد ضيفيك وأقول له أنه العرب صح كدول وحكومات وأنظمة لا يخيفون أحدا، ولكن أنا أقول ومتأكد من قولي بعد الربيع العربي، رغم أننا نجلد ذاتنا كثيرا، لكن بعد الربيع العربي أثبت العرب أنهم بركان وسينفجر، انفجر أول مرة وسيكون الانفجار التالي، ولا تنسوا أبدا أن الثورة السورية المباركة بركان مستمر، وهذا البركان لو أتيح له الاستقلالية في القرار عسكريا لهدد إيران في سوريا. كيف تكون ثورة مباركة وجذرية وينتظر أن يتاح لها؟ ألا تصنع الثورة أدواتها بنفسها؟ نعم، ولكن هناك جهة عندما تقيدك جهة صديقة أو جهة يعني منك وفيك، فأنت أمام إحراج كبير، لكن هذا سيتغير، أنا متأكد، هناك مؤشرات أننا سنحظى بقرار وطني، هنا قرار ثوري ذاتي، ونعيد الأمور كما كانت. لا ننسى أننا في سنوات قليلة، ربما بسنتين،
كان النظام وصل إلى أنه لا يملك سوى 10% من الأرض السورية. وسيتكرر ذلك. لا تنسوا أن روسيا غرقت تماما في أوكرانيا. وسيكتمل غرقها. ولدينا فرص إقليمية ودولية مناسبة لنعيد الكرة، وستكون الكرة في ملعبنا، ونحن نتهيأ لانتهاز هذه. طيب، نعود مرة أخرى مع الأستاذ منذر في أنقرة للحديث عن موضوع إيران. من المفترض أن يكون أكبر القلقين من هذا التمدد الإيراني في سوريا، في اليمن، في العراق، في لبنان هم العرب، لكن ما نلاحظه أن القلق الوحيد في هذه المنطقة هو الكيان الصهيوني، الاحتلال الإسرائيلي. هل من تفسير لصمت العرب عن هذا؟ هل العرب لا يرون اليوم في إيران عدوا، أم أنهم تركوا حرية التعبير عن الخوف من إيران لصديقهم الجديد وهو إسرائيل؟ هذا ما عنيته أنا، أنه وهذا ما عنيته بالعرب. أنا لا أتكلم عن الشعوب. الأستاذ أسامة أنا متفق معه، الشعوب شيء آخر. أنا أتكلم عن النظم. النظم رهاناتها قصيرة، ليس لديها مشروع. أولا، يعني من يقلق يجب أن يكون لديه مشروع. إسرائيل هي صاحبة المشروع، وإيران صاحبة مشروع رديف، يتقاطعان ويتفقان. وأنا أختلف مع الأستاذ صلاح، الحرب على إيران لو أراد القوم وهم أولو استراتيجيات طويلة المدى، في الحرب العراقية الإيرانية هم أمدوا إيران بقطع غيار في لحظة تاريخية حاسمة ومفصلية. هم لا يريدون هزيمة إيران. هم لو أرادوا أن يفككوا إيران من الداخل، مثلما يعني فككوا الاتحاد السوفيتي والمنظومة الشيوعية، والله لا تكلفهم 5% مما بذلوه هناك. لكن إيران عزيزة عليهم منذ أيام الصفويين وتحالفها مع البرتغال، مع الصليبيين البرتغاليين. هذا موضوع عمره 500 سنة. وإذا رجعنا إلى علاقاتها مع اليهود، فموضوع قرش وإعادة السبي البابلي. لكن لم تحدثني أنا لم تحدثني وألتمس يعني منك يعني إصابة السؤال. يعني أنا أريد أن أفهم تفسير غياب أي رد فعل للعرب، تنسيق، صرخة ألم على الأقل، صرخة خوف من هذا التمدد الإيراني. سبب تحليلك أين هنا؟ يعني ماذا بقي من النظام الرسمي العربي؟ يعني أنت تسألوني عن شيء لم يعد موجودا. الآن لدينا ثلاثي قوي في المنطقة العربية، مصر والسعودية والإمارات. الإمارات تملك وزنا استراتيجيا كبيرا في المنطقة، سواء رضي من رضي أم كره من كره. هذا الثلاثي لماذا وهو لا يرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، لماذا يغيب أي موقف رادع لإيران في المنطقة؟ منذ أيام الإمارات أعادت سفيرها إلى طهران. التعامل التجاري بين الإمارات، يعني هذه الدول، يعني بعض هذه الدول مزدوجة الوجه، يعني تراها تطبع مع إسرائيل، تطبع مع سوريا، مع النظام السوري. يعني هذا المسألة أعقد بكثير مما نظن نحن. السعودية ماذا تفعل؟ يعني دولة بالنهاية واحدة. مصر موضوعها موضوع مختلف واهتماماتها مختلفة. الآن النظام المصري لا تقلقه إيران، لا يرى في إيران وحلفائها عدوا حقيقة. يعني هو له حسابات أخرى. يعني السعودية وحدها ماذا تفعل؟ أي دولة الآن، الدول العربية الآن ليس لديها مشروع متكامل. نعم. يعني يستنهض، لو استنهض الشعوب قادرة على أن تتصدى حقيقة. لكن الشعوب مغيب. نعم أستاذ منذر، وهذا كلامك ينسجم مع ما تفضلت بذكره قبل قليل من أن هناك تبدد لمفهوم الأمن القومي العربي. أعود إلى الاستوديو. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول يجب على هذا الاتجاه الإيراني أن يتوقف من قلب واشنطن. كيف يمكن أن نفسر هذا التصريح على صعيد النوايا الإسرائيلية؟ هل هو تهديد حقيقي أم أنه نوع من رسالة تخويفية؟ ماذا يمكن أن نفسره؟ هو تحريض للغرب. إسرائيل عاجزة عن مواجهة إيران بشكل استراتيجي. كما قلت سابقا، هي تحاول فقط تأخير وتعطيل وتقليص القدرات التي تصل إلى ما يسمى حلفاء إيران في المنطقة. أما أن تذهب هي وحدها إلى مهاجمة إيران فهي عاجزة عن ذلك. يعني أنا أريد أن أتوقف معك قضية منهجية. طبعا هنا أنا سؤال استنتاجي.
هل يعني يمكن أن نسمي الميليشيات في العراق مثلا أو الحوثيين في اليمن أو حزب الله وهم كلهم يعني تمويل وصناعة إيرانية بأقوال رؤسائهم يعني قادة الأحزاب هذه، هل يمكن أن يسمى حلفاء أم ميليشيات؟ لا أريد أن أدخل في جدلية سؤال منهجي هذا. قد تسمي الحلفاء وقد تسمي أدوات وقد الحلفاء تسمي دول عادة تكون لأنه هناك أيضا حلفاء أقل من دول، الدول تتعامل وفي السياسة هناك اتساع لكل المصطلحات، حتى دول هي مجرد أدوات. يعني إذا تحدثنا عن بعض الدول العربية في علاقتها مع الولايات المتحدة هي ليست أكثر من أدوات، لا يمكن تسميتها حلفاء. الحلفاء بين دول متناظرة بالقوة وبالمكانة وبالاستقلالية. لذلك سألتك هذا السؤال. لذلك يعني المسألة مطاطة، ومن وجهة من أي وجهة نظر تتحدث أو من أي زاوية ترى الأمر. لكن أنا يعني تهديد. في نقطة يتحدث عنها الضيفان الكريمان باستمرار، وهي مسألة حقيقة العداء بين الكيان الصهيوني وإيران، سواء سميناه صراع على النفوذ أو أي شيء آخر. هناك صراع، يعني ولو أرادت يعني تاريخيا كانت إيران في عهد الشاه حليف استراتيجي لإسرائيل في المنطقة، عندما كان العرب أعداء لإسرائيل في الفترة الناصرية، ثم انتهى هذا التحالف بما يسمى الثورة الإسلامية في إيران، وأصبحت إيران هي البديل عن الناصرية في العداء لإسرائيل. طيب. لو كان هناك في إمكانية للتحالف الاستراتيجي لتقاسموا العرب، يعني لا يوجد طرف عربي يقف أمام الطرفين. طيب فيما يتعلق، فلماذا لا يتحالفان؟ طيب. لماذا لا يتقاسمان المنطقة بهدوء؟ حتى لا نذهب يعني بعيدا في موضوع العداء الإسرائيلي ونعود ونغوص في التاريخ كثيرا، هذا له موضوع منفصل، لكن فيما يتعلق بالتحريض الإسرائيلي على إيران، ما فرص نجاح إسرائيل في صنع رأي عام دولي يتجه نحو الضربة العسكرية أو التهديد العسكري لإيران؟ أعتقد أن المسألة يعني تقرب إلى الصفر، احتمال أن تحرض الغرب أو أن يتحرك الغرب عسكريا ضد إيران بناء على التحريض الإسرائيلي، أعتقد أنه قريب من الصفر هذا الاحتمال. لماذا؟ لكن إسرائيل لا تيأس، لأنه لا يوجد لديها خيار. لا يوجد دولة في الغرب، لا الولايات المتحدة ولا غيرها، في وارد أن تحشد حربا ضد إيران وتدخل في حروب بعد تجربة العراق وتجربة أفغانستان. فقط قبل أقل من سنة هربت من أفغانستان الولايات المتحدة، ولا في عهد بايدن تحديدا عهد الديمقراطيين لا يمكن الولايات المتحدة أن تدق طبول الحرب مجددا ضد إيران لمجرد تلبية رغبات أو مخاوف لدى إسرائيل نحن العرب نشكك فيها. طيب جميل أستاذ أسامة، يعني يبدو أن المعركة ضمن الحروب هو التعبير الذي أعجبك وهو مقتبس من الصحافة الإسرائيلية. الآن الغرب ليس في وارد ضرب إيران، عنده حساباته الخاصة وخصوصا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. سؤالي هو الصورة الآن بين تل أبيب وطهران على النحو التالي منذ بضع سنين، إسرائيل تقصف إيران تتمدد، تقصف إسرائيل تتمدد إيران، ماذا بعد ذلك؟ هذه الثنائية إلى أين ستقود في نهاية المطاف؟ يعني هي مزمنة، والمزمن يستنزف الجميع. ولكن هناك أمر مهم جدا، هناك إشارات، ربما هذا التصريح الأخير لمسؤول إسرائيلي في أمريكا هو عبارة عن إشارة إلى وجود ضربات أكبر ضد إيران، بس ضمن الكبسلة، يعني محسوبة ومحدودة ومسيطر عليها، ولكن ربما يشير إلى ضربات قد تجاوز في قوتها وامتدادها الضربات السابقة. هذا مؤشر واضح. ولكن على إيران، وأدركت إيران، أدركت من الدولة العميقة في إسرائيل بأن توسيع الحرب بين إيران وإسرائيل المفترض سيكون وبال على إيران، لأن هناك احتمال أن تضرب إيران بقنابل نووية تكتيكية. لا تفرح إيران بوجود مفاعلات نووية ووصولها إلى القنبلة النووية، لن تستطيع تهديد إسرائيل، لأن إسرائيل لديها خريطة تفعل خلال ثواني بضرب قنابل تكتيكية داخل إيران، وأرض إيران واسعة جدا، والأهداف فيها كما علمنا من الحرب العراقية الإيرانية، يعني الأهداف واضحة مصفرة، يعني دقيقة في التسديد عبر صواريخ مسددة الآن إلى الأرض الإيرانية. فلا تفرح إيران كثيرا أمام إسرائيل بالمفاعلات النووية، وهي تعلم حدودها، تعلم أن هذه الحرب بين الحروب ستستمر من أجل أن تكون إيران فزاعة، وبنفس الوقت
هناك اشتراك يعني حدود عسكرية مشتركة مع إسرائيل للضغط، وهناك تفاهمات لم تنقطع يوما واحدا بينها وبين إسرائيل، تفاهمات دبلوماسية ربما أو خفية تحت الطاولة مستمرة. وأنا أصحح لأحد ضيفيك في قضية تزويد إيران بقطع غيار الطائرات أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وزير الخارجية البريطاني الأسبق يقول لم ينقطع التسليح الإسرائيلي لإيران ولا يوم واحد طيلة الحرب العراقية الإيرانية. هذه أمور يبدو أن الملفات تفصل بين الطرفين ويتم مناقشة كل ملف على حدة، وهناك تيارات داخل النظام الإيراني مسيطر عليها، وهناك الدولة العميقة الإسرائيلية لن تسمح بوجود أسلحة استراتيجية من حولها. طيب أستاذ منذر، يعني العرب الآن يبدو أنهم لبوا القصيد في هذه القضية كلها، ويجري تخويفهم على طريقة خيال المآتة، يعني المقاومة في فلسطين في غزة تخوف بالكيان الصهيوني فيدفعونها فتدفع إلى إيران. واليوم أو البارحة أخرجت بيانا يعني تضامنيا مع النظام السوري. بالجهة المقابلة العرب يخوفون بإيران فيندفعون إلى إسرائيل. في ظل هذه دعنا يعني بين قوسين أن نقول هذه العبثية التي تجري في المنطقة العربية الآن، إلى أين سينتهي هذا السباق والتنافس الإسرائيلي الإيراني؟ مع العلم، مع قيد مهم وضابط مهم، وهو أن المنطقة يعاد رسمها من جديد بناء على ما يتقرر إليه شكل النظام الدولي الجديد الجاري التشكل الآن. هذا ما قلته منذ قبل قليل، وأن عملية تقسيم أو توزيع الأدوار، طبعا هناك ثقل أكبر هو العدو الصهيوني وثقل أصغر يخدم وله مصالح. الحقيقة أن هذا توزيع الأدوار نجح وانطلع على الدول العربية كحكومات ونظم، وقسم العالم العربي على هذا الوضع، ولذلك يعني رجعنا إلى أيام الغساسنة والمنادرة. أما هناك نقطة مهمة جدا، يعني موضوع من يجعل إيران ظهورية وأنها يعني ما شاء الله تحمل هم فلسطين، من يحمل هم فلسطين لا يريد أهل السنة في معقلهم، وهم الرصيد الأول الذي حرر القدس على يد عمر بن الخطاب أول مرة ثم على يد صلاح الدين ثاني مرة. إيران بالنسبة للغرب بيضة دجاجة تبيض ذهبا، وارجعوا إلى ما قاله بريمر علنا صراحة، أمريكا حاربت وأسقطت صدام حسين وسلمت الحكم لأدوات إيران، هل أمريكا غبية؟ سؤال يعني برسم من يتبنى أن إيران يعني ما شاء الله تحمل هم القدس التي تنكر وجود المسجد الأقصى فيها عقيدة، تقول رفع إلى السماء الرابعة. أشكرك أستاذ منذر. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام في الاستوديو الأستاذ صلاح العواودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، وكان معنا عبر زوم من روتردام في هولندا الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وعبر سكايب من أنقرة الأستاذ منذر الأسعد الخبير بالشأن الإيراني. كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.